كيف القدس؟ الحمد لله. أمين أخذ شغل كثير منيحة مع شركة تلفون وسيارة. ملكان؟ لا أنا مش طبيعي، كل مرة نفس القصص. معنيين؟ انت شو ما عارفش لي قديش سجور كرجع. الدنيا عاد اللي كان ناقصني هسه بكره بطحوني من الشغل. شو في كله تمام؟ في شيء حاجز على الفوت على البلد. انا بمشبك على جال لايك. ترى بتتكلمني؟ عمي لوين وصل؟ ما عاد تحكي فرق انه بنطلع من هالدار والله يا حاج. بس كل هذا الوضع كل شيء برجع تمام. اكيد انت بتعمل متى ولخ لجمالك ولا متصرفه؟ اني مساق. ما كانتش خطة ابدا، هيك حكايه متفق عليها. شو مع ميرا؟ كل شيء تمام؟ تعرف منك؟ لا بنمرق فترة مش كتير منيحة. أني أحشر ونعيفات بشروط الكحول. وجيت اقول لك اني انا بحبك كتير كتير كتير. طيب يلا ان شاء الله كل شيء بخلص عن قريب.